كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. دقيقة حظ. صباح الفل وبرشة طاقة إيجابية عليكم الكل وصباح النشاط والحب لبرج الحمل، فما استقرار في الطريق بيبان عالم الحب تتحلوا احتفالات على قريب، والثور مطالب باتخاذ قرار شخصي وبحلول عاجلة يعيشك شنو صحيح من الغالط. مراسل دقيقة حظ مروان بن حفصية، مروان هل فعلا المريخ متقدم في برج الثور وشنو تأثيراته على بعض الأبراج؟ أم فاطمة، فعلا المريخ كوكب الطاقة والحماس ولكنه يميل للنزاعات أكثر من العقل. يتقدم في برج الثور حركته 50 يوما، مما يحذر مواليد العقرب والأسد والدلو صحيا. شكرا مروان، نرجعوا لك بعد شوية مع برج الحوت، لكن خلينا نمشيوا للجوزاء مطالب تحديد خياراته المستقبلية، والأهم من هذا مطالب بالتركيز لتحقيق مكاسب مالية، والسرطان تتحسن أوضاعه، فما حلول مهنية، فما زيد حلول شخصية تتحرر من مشاكل وقيود أيامات تعديد، والأسد راهو يعيش استقرار مهني، لكن فما لكن على الصعيد العاطفي رسالة غامضة شوية من الحبيب تخليه يراجع روحه، فما زيد لقاء في مستقبل القريب، والعذراء عنده علاقة جديدة وقرار حاسم يخص علاقة قديمة. نتعداو للميزان، انت مطالب بعض التغييرات الشخصية، مثال شراو كانت طايح من روحك وتفهم مطالب الحبيب، والعقرب فترة تحقيق بعض الأهداف المهنية، وزاد فما شراكة مالية. القوس فما تغييرات على الصعيد الشخصي وحب جديد في الأفق، والجدي الفرحة من نصيبك وترجعك الأمور المجاريها بعد ما كانت سلبية شوية، والدلو تعيش الفرحة، تعيش زي ده برشا انفراجات مهنية، فما أرباح ومكافأة تقديرا على جهودك. ونختو مع الحوت، نحكيو على ثروة مالية في الطريق على أيامات كلها خير. أكثر تفاصيل مع مراسل دقيقة حظ، مرحبا مرة أخرى. أهلا فاطمة وبكل مسامعي موزيكا فام. نحتفل هذه الأيام ببرج الحوت. سلط الضوء عزيزي الحوت على شخصيتك وركز على ثروتك. برشا فلوس، مجموعة كوكبية في برجك، عطارد من 16 إلى 31، فينوس حتى 21، ونبتون على مدار الشهر. المريخ في برجك يداعب علاقاتك العائلية وحياتك المنزلية.